علي، يعني هل يختلف الوضع لديك كثيرا أم أن التفاصيل تبدو متشابهة؟ يعني في الحقيقة الصورة متشابهة إلى حد كبير ما بين الولايات التركية التي تعرضت للزلزال. في كل الولايات تجري عمليات البحث عن المفقودين على قدم وساق، مستمرين فرق الإنقاذ وأيضا الأهالي وذوي الناس الموجودين تحت هذه الأنقاض بالتجمهر بجانب الأنقاض التي تضم أقاربهم، ومحاولة استخراج ما يمكن استخراجه من تحت تلك الأنقاض. أيضا نحن الآن في قرب ولاية العثمانية، أحد الولايات التي تضررت أيضا بسبب الزلزال، وكانت الآثار بها آثار كبيرة وسنصل إليها بعد قليل، ولكن هذا هو الطريق الذي يوصلنا الآن إلى العثمانية. نراقب معا قدوم العديد من الشاحنات التي تحمل جرافات وتحمل أيضا آليات أخرى من أجل إعانة فرق الإنقاذ على في مهمتهم وفي استخراج المفقودين من تحت الأنقاض. هنا أيضا رصدنا تقريبا خلال وقوفنا الآن مرور ما يقارب من 20 آلية محملة على هذه التترات باتجاه المناطق المنكوبة. الأرقام التي أعلنت عنها من جديد تشير إلى أن عدد الضحايا أيضا ارتفع جراء هذا الزلزال إلى 6234 ضحية، فيما وصل عدد المصابين إلى 37,000 وتجاوز هذا الرقم بقليل. أيضا كان هناك أنباء عن بدء إخلاء حقيقي من لواء اسكندرون للمواطنين بالقطارات إلى الولايات القريبة الأخرى. يبدو أن هناك مخاوف إذن من هزات ارتدادية، وقد شهدنا أيضا في اسكندرون حريق كبير استمر منذ الأمس. هذا الحريق أيضا يعني جندت له بعض القدرات وهو زاد من الطين بلة، احتراق كبير في ميناء اسكندرون منذ يوم أمس. قالت وزارة المواصلات بأنها تمكنت من السيطرة عليه، ومن ثم عاود هذا الحريق للاندلاع من جديد وهو مستمر حتى الآن، وألسنة اللهب تتصاعد برغم المحاولات من إطفاء هذا الحريق. إذا يعني هذا هو الوضع في كل الولايات. عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة، ولكن أرقام الأشخاص الناجين جراء عمليات الإنقاذ ما زالت محدودة وقليلة. 8,000 هو الرقم الرسمي إلى الآن، لم يتم تجديده من قبل الجهات الرسمية، فيما تخرج بين الآونة والأخرى أنباء عن خروج أحياء من تحت الأنقاض رغم مرور ما يقارب 54 ساعة. كان آخر يعني ناس خرجوا أحياء قبل 3 ساعات من الآن، وبالتالي ما زال الأمل موجود باستخراج أحياء من تحت هذه الأنقاض، وهذا ما يعول عليه الجميع وهذا ما يسعى إليه الجميع. السلطات التركية قالت بأن الساعات القليلة القادمة هي ساعات جوهرية ومفصلية في عملية الإنقاذ، وننتظر إن شاء الله أخبار جيدة بإنقاذ ولو حياة البعض ممن ضمهم يعني الركام. نشاهد الآن هذه الحافلات التي تأتي، كل هذه الحافلات هي بعضها محمل بمعدات ما بين تخوت وما بين بطانيات ووسائل تدفئة وأيضا غذاء، وأيضا هناك كان العديد من الشاحنات التي كانت تضم كما ذكرنا جرافات ورافعات من أجل المساهمة في عملية الإنقاذ. وزير أو نائب رئيس الرئيس التركي كان قد أشار بأنه قرابة 5,000 آلية سوف تقدم إلى المنطقة، قرابة 750 جرافة منها، وأيضا قرابة 3,000
أو عفوا 750 رافعة و3200 تقريبا من الجرافات. وأيضا تم الحديث عن وصول فرق إنقاذ من دول أخرى، وصل عددها إلى 2400 فرقة. وكذلك يجري يعني الحديث على وسائل الإعلام التركية بأنه هناك مشاركة من عمال المناجم المتواجدين في الشمال السوري قدموا أيضا إلى الولايات التي تضررت بالزلزال من أجل أيضا المساهمة في عمليات رفع الأنقاض ومحاولة البحث عن ناجين. نعم علي، يعني ذكرت أو شاهدنا على الشاشة أيضا القوافل أو الحافلات، هل هي فقط من تركيا أم وصلت إليها مساعدات من دول أخرى؟ يعني بالتأكيد هناك العديد من المساعدات التي وصلت من دول أخرى، ويتم نقلها باتجاه مطار أضنة الذي كنا في ولايتها قبل قليل. هذا المطار الذي أضحى هو مطار لوجستي يستقبل كل المساعدات القادمة باتجاه الجنوب، ومن ثم من هذه الولاية يتم توجيه هذه القافلات إلى الولايات المنكوبة للمساهمة في يعني الحد من المعاناة التي يعانيها الناس الذين خرجوا من بيوتهم. طبعا كان هناك أزمة للخبز وأزمة لبعض المواد الأساسية الأخرى، تحدث وزير الداخلية أمس وأيضا نائب الرئيس التركي بأن هذا الأمر سوف يحل اليوم وسوف ينتهي اليوم. أيضا من المرتقب خلال الساعات القادمة قدوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء جولة على المناطق المنكوبة وعلى المدن المنكوبة والتي تأثرت بالزلزال.